ما بين الأمس واليوم شهدت الرياضة السعودية تغييرات واسعة على كافة المستويات والأصعدة، وكان الحراك الرياضي سمة بارزة وعنوانا دائم في الرياضة السعودية. ومع كل مرحلة ندخل في تفاصيل جديدة ومختلفة في سعي مباشر للتطوير والعمل على إيجاد بيئة رياضية وكروية تليق بسمعة المملكة. كرة القدم السعودية حققت العديد من الإنجازات القارية، والتي بدأت في عام 84 مروراً بالعديد من المراحل المهمة وصولاً إلى عام 93، حيث دخلت كرة القدم السعودية عالم الاحتراف، وكانت حينها الخطوات أولية ومتأرجحة حتى تدرجت في العمل المؤسساتي لنحدث ثورة كروية غير مسبوقة من خلال الإنجازات والملاعب، بالإضافة إلى طي نمط العمل التقليدي والذي لا يتواكب مع الاحتراف وكرة القدم الحديثة. هذه التغييرات أحدثت ضجة واسعة وشهدت حينها الأندية حراكاً قوياً، مما ساعد إدارات الأندية على العمل وفق مساحة واسعة. واختلف الرؤساء حينها في إدارة شؤون أنديتهم، فالأندية الكبيرة انتهجت أسلوب استقطاب اللاعبين، فيما ذهبت أندية أخرى إلى بيع عقود النجوم، وهو ما يؤيده ضيفنا اليوم الدكتور جاسم الياقوت في عهد رئاسته لنادي القادسية. فهو يرى بأن مبالغ عقود انتقالات النجوم ستدر مبالغ كبيرة للنادي، وهو ما يساهم في صقل المواهب الجديدة وإبرازها. ولضيفنا أيضاً طريقته وأسلوبه في الإدارة، حيث يعتبر من أهم الشخصيات التي مرت في تاريخ إدارات الأندية السعودية، وهو أحد المنادين دائماً بضرورة تطوير طرق اكتشاف وصقل المواهب.